الرابع من أركان الإيمان. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون. ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. وأن الله أرسلهم. الله سبحانه وتعالى ما هنون نير تعزرو. وأوحى إليهم. الله سبحانه وتعالى ما ديفن فننين أم نزرو. وأيدهم بالآيات. الله سبحانه وتعالى فننير كنزرو ديا نما فيس نزان إير كذانا من لابن فن دفاسنا فاقا دعما. أد الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها. ربما نزرو ديا نوني أديد نزرو فين تتيرك عرفنا نيرهن الله سبحانه وتعالى عزرو. نصح الأمة أكمل نصح كان من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أري لو إلى كريت لو تيا نيزة كتير كذاني عفتنا زاني عري ني نانا جا عفين توزن فوق نزلو. وبلغوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه لم يكتبوا شيئا. أرسس نفون نزلو زن راح تكني عمبارم فوق فانا بتاني نزلو فين زاني حفظنا الله سبحانه. وبذلوا غاية الجهد وجاهدوا بجميع أنواع الجهاد. أرسلوا تيانا نو إذا كان فارني إذا كان بيدا نزلوا أبني فانا بتانا زاني نحفظنا الله سبحانه وتعالى. أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. بقمنا نفلوها أنت آدم عليه السلام. أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. إيركا بقولوها أنت نوح عليه السلام. خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب وكافر كفرا أكبر. زول ريتم تين ذن فمنان إيرك بمن الله سبحانه وتعالى أوليا نتضمن فمنان محمد صلى الله عليه وسلم وديابرنا برا ديابا باندي أفقوم.